عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. مدام قلت لي عندك شوية مشاكل عائلية، مشاكل اجتماعية، ظروف قاسية برشا. ظروف قاسية، أنا عندي ولدي تعرض لعملية تحايل. تعرف إنسان على أساس مش يخدمه، هو ولدي راهو قاري ومش قصيد. الراجل طلع متحايل. كيفاش تحايل عليه؟ تحايل عليها هو زعم شي حرق ولدي الحقيقة. 5 ملايين ماخذتهم أخته قرض، هاي بنتي تو هاي عندها شوي خياطة تخيط فيه. أساس مش يخدمه هو. يخدمه خدمة حساسة، أنا ما غير ما نقول عليها نخاف ريا زيد. هاي نسيت، مش لازم مادام نقولوا عليها. هو عندي معارف وعندي شكون يدخل في الخدم. خذيها كل 5 ملايين تاع ولدي وبعد استدرجوا جيبوا ولاد الحومة، راني نخدم في الحاكم، نخدم بوليسية في الحرس، نخدم ندخل في الخدمة، ندخل الوظائف العمومية الكل يدخلها هو. فهمتيني عايش بنتي؟ ولدي يقول ولاد الحومة كل واحد جايب فلوس. كل واحدة جايب الفلوس وصل المبلغ 90 مليون. الراجل صار وطلع متحي هز الفلوس وهرب من الحرق لإيطاليا. الراجل اللي خذي من عند ولدك الفلوس؟ خذي من عند ولدي أنا الفلوس، ولاد الحومة متخرجين ناس فقراء، احنا نسكن انا نسكن في دوار هيش الراجل. بلاصة حساسة يعرفوا كان فلوسهم وإلا العنف. هذه تسمعوا بهذه. تو 3 سنين ولدي مشى قبل روحه للحبس. شنو التهمة نتاعو؟ مشى قبل روحه وقال لهم راهو فلوس وعنده مشكلة، راهو عنده مشكلة مع ولاد. فهمتي؟ عنده مشكلة هو ولدي. شنو هي المشكلة؟ والله مشكلة مع ولاد. يقعد بنية متحدي ولا شنو واش قالوا لها، رغم واحد سامحوا. هذه المشكلة على مشي بنية تمشي وخطيبها ما عرف شنو قالوا لها. ما غير ما تساوي حاجة. كلام وقاو، شكير راجل الاخرين تربطوا ولدي انا ما تربطش. مشي نهارتها خايف من الاولاد، ضربوه ولاد الحومة. مشى يجري المركز قال لهم انا عندي مشاكل وهكا وهكا، مشى هزوني. هزو. قداش محكوم توا؟ تو محسوب ولدي 4 سنين مش يخرج. تو 4 سنين؟ تو 3 سنين ونص مش يخرج. ولدي في شهر الداخل 6 شهور. اي مش يخرج، خايفه من الخروج نتاعو. علاش؟ تهديد بالقتل باقي الاولاد اللي يعطوه فلوسهم وهو هزها الراجل. تو تهديد بالقتل. سارة ولدك متسلفهم الفلوس؟ ليه فهمتيني عش بنتي؟ ولدي ما هو الراجل قال له راني ندخل الخدم، راني نخدم. كلم هو ولاد الحومه. ولاد الحومه ايش شكون يحب يخدم؟ كلهم مدوا فلوس والراجل هرب بالفلوس. وظهر كانه ابنك هو اللي يتحايل. ولدي الوسيط. فما ولاد هزهم هو للراجل. فما ولاد يعرفوه ولاد ليرة. وهما ما يعرفوش اللي ابنك زاد تحايلوا عليه. ولدي متحايلين عليه. بيني وبينك الله ولدي زاد تحايلوا عليه. ولدي زاد الصغير زاد كالعادة تحايلوا عليه. هو الراجل تحايل عليه. ابنك بقى في موقف خايب. موقف خايب خلاص، موقف خايب. ولدي مشى تقبل روحه تو امس القفة نتاعو ما عنديش باش نمشي. الراجل مجلود. انا مين ما مسجون؟ في المرنقي. ده راجل مجلود، زوج جلطات جو في القلب بسبب هذيا، بسبب التهديد نتاع الناس. نحن حومة شعبية معروفين، مثلا الدار معروفة، اللي يرزق له فلوس. هاك متحايلين، ردنا احنا عائلة كاملة ردنا متحايلين. أنا تو نمشي ونجي على جعفر 6 شهور. مشيت وجيت على الناس الكل، مشيت للجوامع الكل، والله. مدام تعديت قبل في وسائل إعلام أخرى؟ وسائل إعلام أخرى حكيت للإذاعات ما وقت الكورونا راه. مشيت إذاعات التاسعة ما نسميش. مشيت للجوامع نحكي للإمام نقولوا راهو هكا وهكا الوضع راهو في الدار توا. أنا ساعات عندي أختي تسكن باب العسل، ساعات وليت هاربة لأختي، ولادي خايفة عليهم في الدار. علاش مدام تهرب؟ تهديد بالقتل ولا؟ تهديد بالقتل لداري يدقوا علي الباب، تجي الأم تقول لي راهو ولدك باش نقتلوه، يجيني الولد يقول لي راهو باش نقتلوه، يجيني البوكي هكا. تو تهديد بالقتل على ولادي. انا عندي الزولاد، عندي ولدي الكبير ماخذ الماتريال تاع بي تي اس باتسري تو محلول عنده عام تو ولا هو المسير، هو يحل وهم جايب جيب فلوسنا. وقعد في القهوه من جو ولدي 42 سنه كله شايب وجهه كله
فيد يحب يقول لي نبيع المطيان بين نتاع الحاكم حتى نمشي نحرق كثر ما عذبونا الناس. الام تجي تدق عليه الباب تقول لي والله والله نهار يخرج ولدك ما ظل الدم للرق كي هكا بنيتي وانا هاني هام ذاك شفتي كيفاش هو الراجل الكبير. يعني انت عايشه متوتره؟ متوتره على الاخر انا عندي القلب توا لطف عليك والسكر هاو الدوايا عندي راه انا دوايات الكل ناخذ فيها قسم بالله من ثم رحمه راي ما رحمني حد راه والله والله لا رحمني حد والله. مشيت لاغنى واحد نحكي له الحكايه نقول يا بلادي عاونوني شوي خلاتي لك الاولاد نسكتهم بعدهم علي كل يوم كل يوم والله على اعصابنا برحت له الحكايه هاك من سمعته به هاك العركه بتاع النيهله وحي الشباب هذيك راهو داهمين عليه فمحافظه الحاكم حتى من الرئيس دخل فيه جاي زارو مشى انا ما بين المنيهله وحي البساتين هنا ما لقيت حتى حل قسما بالله لقيت من رحمني ولقيت حتى حل. وين وصلت طاول المشكله مدام؟ مشكله ولدي مش يخرج وانا تقول لي خلص واحد نقولها لطف باش خاطر مهدد بالقتل تو مهدد تو خايف على ولدي ليه ثلاثه اولاد انا عندي ولدي عامل اكل الماتريال نتاع البي تي اس يعني مش نتاعو هو حل باتسيري وهم قالوا كليك الفلوس هذيك عملتو بها قلت ها الملف كامل 5 سنين ويجري على كل واحد تو ولدي مع الشيخ الباتسيري 42 سنة بكل شيء الصغير في البيت ما يخرج واحنا مهددين تو بالقتل وبحرق الدار يجوه للقهوة ولدي كبير يقول راه مش نحرقوا الدار راه مش نحرقوا الدار فلوسنا ولا نحرقوا الدار المبلغ 90 مليون هز نسميه راجل هز من غير مدام من غير اسم حسب الله ونعم الوكيل فيه قسم بالله تحيل وهز الفلوس وحرق وراهو من بلايصه هذيا هو راه شنو طلبيتك مدام بالضبط باش ترتاح نفسانيا؟ انا طلبيتي يعملوني بشويه فلوس باش نعطيه للعباد ويبعدوني قسما بالله قسم بالله من مشى ولدي لعيد عيد كبير طلعت العباد تعيد انا ما نعيدش ورمضان يمكن بالدجاجتي هذاك هو 178 جرايه هذاك هو ما عيشتنا هذيك هي مش نطالب انا على كرشي طالبه فلوس شويه فلوس يعاونوني باش نسكت العباد راهي تجيني الام تهدد تجيني الولد يجي ولد عم ويجيبوه هما شعبيه معنيتها معروفين الناس ما عندهاش فقراء لا غير بعطوا فلوس دقوا على الباب يقول لك فلوسي دقوا على الباب المراه تقول لي والله 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 هذه المراه ديما تهدد فيا هكا والله تقول نهار اللي يخرج ولدك ما ظل الدم للرق تعمل لي هكا يديها تقول لي ما ظل الدم للرق قسما بالله ان الدم والسكر وقلب هاو الدواء عندي غدوة عندي موعد طبيبة القلب في ريال هاو نوريك الأوراق الكل موجودة لطف عليك تشوفيها شوفيها إن شاء الله لاباس مدام يا بنيتي عايشك ما لقيت حتى حل عمري لما ديت يدي نسكن 40 سنة عمري لما مشيت لبلاصة وعمري معنيتها وليت نمشي مشيت للجوامع ما رحمني حتى بشر كليمة ميتة ذوك اللي يجوا في التلفزة صدقة ظل يقاقوا كيكة ونحكي معاه يقول لي والله ما عنديش حتى 10,000 نعطيه لك زين نتبهذل الكيك انا واختي عندي اختي تسكن باب العسل الجوامع الكل تعرفها هي اكثر مني انا كل مشينا لها كل مشينا لها وما ثمش حتى رحمه والله قول لهم عاونوني شويه تكلموا في البوقي عاونوني ياكل يصلوا حتى مو عندها منتيريس حتى خنسكت العباد قسما بالله 4 سنين حتى 10,000 لا شفتها من حد قسما بالله معتمدين نتاعنا عندنا معتمدين قيدوني في اللعان خذيت الاوراق الورقه نتاع الجرايه 178,000 خذيت نتاع الكرن وبطاقه تعريفيه النسخه اساس مش يعطوني لعان قولي بري تو نكلمكم بالتليفون حفظوا حكايه جديده تو دوريش لا معتمدي ما كلمونيش مشيت له في رمضان زيت تعاود قيدتني وبعد ولات عملت لي عركه تقول لي منين نجيب لك وعملوا لي عركه وما عطونيش الاساس حتى وموا شوي مقرونه ونعاون بها الاخر نهز القفه والله والله الثلاثه اللي فات امس القفه نتاعي اللي لقيت باش نهزيل ما عنديش باش نمشي ما عنديش باش نصب له ما عنديش انا مش نخدم كان جيت صغيره نخدم على الاقل امانه في الدار والراجل مجلوط ربي معاك يا مدام عايشك وهذا هو الكل الله يحل مشكلتك ربي يحل مشكلتك هذا رقمي وهذا اسمي انا هاني احكي مدام بالنسبه للسادة المشاهدين اللي نجموا يقفوا معاك ويعاونوك باش نخليو رقم الهاتف نتاعك 54 640 378.